مهر شو قليني؟ ما بدي الأرض أبداً وما رح أتزوج. أنا وعدتك إني رح أدعمك لو شو ما كان قرارك أسيمينا، لأني ما بحب شوفك هيك أبداً. خديها وعملي فيها شو ما بدك. إليني، الأرض مو هي السبب الوحيد وإنتي بتعرفي. إيه بعرف، بس هي الحاجز الأول، وإذا وافق دوكاس يمكن ميرسيني وقتها. مستحيل مستحيل، ما بدي. لا تواخذوني، رح كون منيحة وآسفة لأني سببت كل هاي المشاكل من شان نزوة. أختي ما كانت نزوة، أنت كتير قاسية على حالك وهالشي مو صح. لأني لازم كون هيك. دروسا، بعرف إنه بدك يانا نبطل نندم على اللي صار ونبرر تضحية جيانوس، وكمان يمكن نقدر نعمل هيك، بس واضح إني كنت متسرعة ودفعت الثمن. عندك كل الحق لحتى تعترض لامبروس، في حدا حاول انه يورطك. طيب مين ممكن يكون سرق كتب بروكوبيس؟ هو في حدا ببالي بس لسه ما عندي دليل ضده. بخبرك اول ما اعرف مين هو. انبسطت انه كل شيء بخير. بتوقع ما رح تقدم بلاغ حضرة الرقيب؟ ما رح اقدم، وخبرت المختار كمان. ما بتتخيل قديشني مرتاح هلا. لك شو لسه عم تستنى لامبروس؟ روح احكي لعيلتك الاخبار الحلوه، يلا روح، المساكين خايفين عليك كتير. حرام انه يلام زلمه بريء. توماس، في حدا سرق مفاتيح بروكوبيس من محله، وانت من بين الاشخاص اللي راحوا على المحل تبعه بهداك اليوم. شو تبريرك؟ لا تقلي إنك شاكك فيني حضرة الرقيب. ليش لا أعمل هيك شي بالأستاذ لامبروس؟ ما عندي شي ضده ولا حتى ضد حدا هون. بعرف أساساً أنا هيك كنت عم فكر. بتمنى أنك تلاقي الفاعل، وبتمنى تلاقي لك شي قطعة أرض.